بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. محمد الجاوي أبو حاتم، مدرس بدار القرآن بالجديدة. حكم الأضحية، العلماء اختلفوا في حكم الأضحية على قولين اثنين. القول الأول وهو قول جماهير أهل العلم، وهو أن الأضحية سنة مستحبة وليست بواجبة، وعلى هذا الصحابة والتابعون ومن جاء بعدهم. وذهب الأحناف، ويروى عن مالك أن الأضحية واجبة مع الاستطاعة والقدرة طبعا. ولا شك أن من قال بأن الأضحية مستحبة أو سنة قوله هو الأقوى لأمرين اثنين. أولا، أدلة من قال بأن الأضحية واجبة إما صحيح غير صريح، وإما صريح غير صحيح. وأما من قال بالاستحباب فله بعض الأدلة كذلك، منها أن الصحابة ما كانوا يضحون ليبينوا للناس أن الأضحية غير واجبة، وقد ثبت ذلك عن جماعة من الصحابة كأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وبلال مؤذن وأبي مسعود الأنصاري البدري وأبي أيوب الأنصاري وعبد الله بن عباس وغيرهم. فهؤلاء جمع من الصحب الكرام تركوا الأضحية في بعض المرات ليبينوا للناس أن الأضحية سنة فقط وليست من الواجبات. والمقام يقصد البسط، لكن هذا خلاصته، أو هذا ما قلته هو خلاصة المسألة. الأضحية لا بد أن تكون سالمة من بعض العيوب، فهناك مجموعة من الأشياء التي ذكرها العلماء، وورد في ذلك حديث في السنن، وهو حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أربع لا تجزئ في الضحايا، أربع لا تجزئ في الضحايا. وذكر منها العرجاء البين عرجها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والهزيلة أو العجفاء في لفظ التي لا تنقي، أي التي لا نقي لها، يعني التي لا مخ لها. فهذه الأنواع متفق على عدم الإجزاء بها، واختلفوا في أشياء أخرى، منها مثلا مكسورة القرن. فمكسورة القرن إذا كانت تدمي فعند كل العلماء لا تجزئ، ويعني إن كانت لا تدمي فهي عند كل العلماء تجزئ. وأما إن كانت تدمي فقد ذهب مالك إلى عدم الإجزاء. كذلك مثلا مقطوعة الأذن، فقد اختلفوا إذا كان يعني قطع منها نصفها أو ذهبت الأذن كاملة فلا تجزئ عند كثير من أهل العلم، وإن ذهب أقل من الثلث فهي تجزئ. كذلك مثلا الجماء التي لا قرن لها فهذه تجزئ إجماعا، وكذلك التي خلقت بغير أذن، وهذه كذلك تجزئ عند الأحناف ولا تجزئ عند المالكية والشافعية وغيرهم من أهل العلم. إذن وهناك طبعا البتراء فهذه أيضا مختلف فيها، وقد كره بعض أهل العلم، وذهب الكثير من أهل العلم ومذهب الحنابلة وغيرهم إلى الإجزاء، وهذا هو الأقرب فيها. والخصي مثلا، الخصي يعني الذي ليس له خصيتين، فهذا كذلك يجزئ عند جل أهل العلم، وفيه بعض النصوص الواردة في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للتصدق بالأضحية، لم يأتي يعني في السنة قدر معين يحدد نسبة التصدق، ولكن بعض أهل العلم استحبوا أن يأكل الثلث ويدخر الثلث ويتصدق بالثلث، وليس في ذلك نص، فالأمر واسع، يتصدق الإنسان بما استطاع ولو بجزء قليل منها لي يعني يطبق ما أمر به في القرآن، وكذلك ما ندب إليه النبي عليه الصلاة والسلام. الذبح طبعا له آداب وله شروط، ولا يمكن لأي إنسان يعني أن يضحي أو أن يذبح، فلا بد أولا أن يكون ممن يعني يحافظ على الواجبات ويبتعد عن المحرمات. فإنسان لا يصلي مثلا لا يتقدم للذبح، لأن معروف تارك الصلاة والخلاف فيه بين العلماء. من ذلك أن يحسن الذبح،
الذبح، يعني أن يكون له علم بطريقة وكيفية الذبح. ومن ذلك مثلا من بعض الآداب التي ينبغي أن يراعيها من أراد أن يذبح، فلا يذبح شاة بجانب شاة أخرى مثلا، ومنها أن يحد السكين والشاة لا تلحظ إليه، لا تنظر إليه. ومن ذلك أن يستقبل بها القبلة كما جاء في حديث جابر، وإن كان في إسناده مقال، جاء في حديث جابر ما يدل على ذلك، وصح عن ابن عمر وغيره من أهل العلم. إذن فهذه بعض الأمور التي ينبغي أن يراعي. كذلك يضع يعني رجله على صفحة العنق ويمسك الذبيحة جيدا حتى لا تضطرب، مع التسمية والتكبير طبعا، أن يقول بسم الله والله أكبر، فإن اكتفى بالتسمية فجائز. واستحب له بعض أهل العلم أن يزيد اللهم هذا منك وإليك. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الذبح فقد أنكرها مالك، كما في النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله.